هل تعرف هذه الحقائق عن ريما بدر؟ شاهد الفيديو للنهاية. الاسم ريما بدر، العمر تبلغ ريما من العمر 16 عام، ولدت بتاريخ 30 نوفمبر 2004 ميلادي، أصولها سعودية. انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 ميلادي، وتسكن حاليا في ولاية ميشيغان. اسم والدها بدر، اسم والدتها خولة. لديها أخوين وأخت واحدة، أسماؤهم هي عبد العزيز وعبد المجيد وجوانا. ريما أكبر فرد في العائلة، ومجودي هو أصغر فرد فيها. هي من ربت أخوها الصغير مجودي، وقد ولدت بعد وفاة والد بدر بأسبوع واحد فقط. جدتها والدة بدر هي من غيرت اسمها من يارا لريما. تدرس في المرحلة الثانوية الصف الثاني الثانوي، تتقن اللغة الإنجليزية وتتحدث بها بطلاقة، وتتقن اللغة العربية، وكذلك تتحدث باللغة الروسية. لا تحب والدتها صبغ شعرها لأن الصبغة تتلف الشعر. تقوم بتطبيق أغرب أشكال الميك أب. الديانة الإسلام، لا تفكر أن تتحجب حاليا رغم أن والدتها محجبة. المفضلات، تعشق الرسم والتلوين وخاصة الرسم على الوجه، تعشق رسوم الأنمي وتقلدهم، تحب كرة السلة، تحب الأكل الهندي. الطعام المفضل الكبسة والبيتزا. تحب صبغ شعرها كثيرا. اللون المفضل الأسود. هواياتها المفضلة السباحة والرسم ولعب كرة السلة. تحب تركيب الأظافر. تعشق أفلام الرعب. الفاكهة المفضلة الفراولة. تكره مادة التاريخ. تحب ألعاب القفز. تحب التحديات. اليوتيوبر المفضل أنس أصالة. تحب الشعر الأشقر. الخضروات المفضلة الذرة. اليوتيوب، ريما لا تمتلك قناة على اليوتيوب. لدى عائلتها 3 قنوات على يوتيوب. القناة الأولى عصابة بدر، وصل عدد المشتركين فيها أكثر من 5 مليون مشترك. القناة الثانية سنابات عصابة بدر الرسمية، وصل عدد المشتركين فيها أكثر من 280 ألف مشترك. القناة الثالثة خولة، وصل عدد المشتركين فيها أكثر من 1,900,000 مشترك. الإنستغرام، لديها حساب في إنستغرام باسم، وصل عدد المتابعين لحساب أكثر من 970,000 متابع، يعني أنها اقتربت من 1,000,000 متابع. عن والدها بدر، يبلغ من العمر 37 عام، وهو من مواليد 27 مارس 1983، وقد تزوج وهو في سن 21 عام. عن والدتها خولة، تبلغ خولة من العمر 34 عام. ولدت خولة في شهر ديسمبر من عام 1985، وقد تمت خطبتها وهي في سن 17 عام، وتزوجت وهي في سن 18 عام. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد في قناة ألوان تيوب.